صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا في لبنان وبكل انحاء العالم، احنا موعدكم مع نيتشر واليوم معي ضيف ما بقى ضيف صرتوا تعرفوا كلكم علاء برزق. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ صباح. انت خبير بالصحه الحيوانيه واليوم بدنا نحكي عن موضوع كثير مهم وهو الليجل انيمال ترافيك او التجاره الغير المشرعه للحيوانات. هيدا الموضوع كتير مهم وما كتير نسمع فيه، ليش؟ أول شيء صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم حبيت أحكي عن موضوع تهريب الحيوانات أو التجارة الغير مشروعة للحيوانات. صحيح هو موضوع مش كتير بنحكي فيه، بس هو يعتبر من أهم التجارات الغير مشروعة بالعالم. يعني بيجي بالمرحلة الأولى المخدرات، من بعد الأمور التقليد، من بعد التجارة التجار بالبشر، من بعدها بتجي الأنيمال ترافيكينج. والأنيمال ترافيكينج جنريتس أراوند 23 بليون، يعني 23 مليار دولار أرباح سنوية بتنعمل نتيجة هالتجارة الغير مشروعة للحيوانات. وأكيد في منظمات عالمية والدول بتجرب تكافح هيدا الموضوع. مظبوط. بتنقسم التجارة الغير شرعية لنوعين، في عنا الحيوانات اللي هي الحيوانات البرية الوايلد لايف أنيمالز، وفي عند الدوميستيك أنيمالز. الوايلد لايف أنيمالز أكتر شيء هذه التجارة موجودة بيخوفوا يس. يعني في منهم بيجيبون بيحطوهم ببيوتهم. مظبوط. مثل الكروكوديل إذا لقوه صغير ياش مهضوم بيحطوه، أو الحية بيجيبوها صغيرة بتصير تكبر بتصير يعني لا، إذا الواحد ما بيعرف يتعاطى مع الحيوان وشو لازم يعمل وكيف لازم يتعامل، يعني هيدا الشيء بشكل خطر على غيره كمان. ايه مش بس على حاله، يعني هيدا بارت من الخطر. يعني أكيد exactly. هو بارت من الخطر. هي نحنا من أول ما صار في بعثات أوروبية، عم نحكي نحنا بالقرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس okay. عشر، وقت استكشفوا هالعالم هونيك بلشت عندي أنا بنسميها الليجل ترافيكينج. يعني كان إذا مثلا كابيتان أخذ باخرة وأخذ مصاري من الملك الإسباني مثلا أو الملك الفرنساوي تيكتشف له أرض جديدة، بيرجع معه حيوانات إكزوتيك تا يبرهن له أنه إيه أنا بالفعل رحت على منطقة جديدة. هلأ الخطر وين بيصير؟ أكيد هالحيوانات مش متأقلمين يعيشوا بالمطرح اللي عم ينقلوا، وتاني شغلة عم بيصيروا عرضة للانقراض. يعني إذا بدي أعطي شوية أرقام عن الحيوانات البرية، نحن بالسنة لليوم بعده بحدود 30 ألف فيل بالبرية بيموتوا بطريقة غير شرعية كرمال ياخدوا العيش اللي هي بس العش. للزينة والعرض العضلات أنه أنا عندي عيش للفيلة. ومنقدر أنه من هلأ شو بيصير بالفيل إذا بيموت؟ بيموت الفيل لأنه بدها تسبب له جرح كتير كبير، لأنه أكيد ينزف، مش رح يقصوا شقفة من التاسك من هيدا، رح يقصوها كلها، وأكيد رح يصير عرضة للالتهابات، وبالآخر 99% من هؤلاء بيموتوا. ومنقدر أنه من هلأ لل 2028 رح ينقرضوا كل الفيلة بالبرية نتيجة هالأعمال الغير شرعية. بيلحقها الرينوسيروس. الرينوسيروس معتمد بالطب القديم انه التاسك تبعوله هي محفز جنسي ودواء ومدري شو، ففي كتير عالم كمان بتتاجر فيه، وبيوصل الكيلو لحد ال 130 140 الف دولار الكيلو من التاسك تبعوله، يعني بمعدل 60 الف دولار هذا القرن لوزنه نص كيلو. وعم نشوف نحن أنه كل سنة عندي بحدود 30 ألف فيل عم بيموتوا، وتقريبا أيام توصل للمئة ألف فيل عم بيموتوا نتيجة هيدي الأعمال. هلأ هيدي الأعمال حكينا عن الفيل والرينوسيروس، حكينا عن الفيل وعن الرينوسيروس، وأنه هيدي منا تجارة مباشرة، ما حدا رح يهرب فيل، رح يهربوا البرودكتس أو الباي برودكتس تبعوله. طب ليه بيخلوا هال هيدي يعني هي التجارة الغير مشروعة، هي أكيد الدول ما بدها، والطرق يعني هذه الطرق الغير مشروعة. بس في ناس كمان بيكونوا عارفين وبيساعدون، يعني أكيد هيدا الفساد بجيبه. هيدا الفساد بكل دول العالم اللي بتصير بهذه الطريقة. أكتر حيوان بنعمل له illegal trafficking من أفريقيا ومن الصين هو البانغولان. البانغولان هو نوع من الثدييات. إذا شفناه نحن رح نفكره أنه هو شو بنسميه نحن ليزار، او بنفكره نحن شيء بيشبه الكروكوديل. هو نوع من الثدييات، الجلد تبعوله ايكاي،
بآسيا كتير بيستعملوا للطب وللعلاجات التراديشنال. شو البارت بجسمه؟ الجلد أكثر شيء بدون الجلد تبعوله. بأفريقيا بيأكلوا له اللحمة وبيدخلوها ببعض الريتويال الطقوس الدينية عندهم، وبيتهرب منه بحدود المليون حيوان بطريقة غير شرعية، وأكيد صار قريب جدا على الانقراض نتيجة هذه الأعمال. هلأ الخطورة وين؟ بس نهرب نحن حيوانات مثل مثل الكروكوديل مثلا. أول شيء عم ننقله من بيئته، يعني بده يموت. وتاني شيء هيدا حيوان نحن مش مؤهلين نربيه، يعني ما بحياته ما حدا يقول مبلا وإيه، لا الزواحف ولا يمكن يكونوا بيت. ما في يحط أنا عندي كروكوديل بالبيت وقول أنا هيدا البيت تبعولي. يعني نحن إذا هون لقينا كروكوديل بيكون تهريب. تهريب يعني مش لازم نشجع هيك حتى لو أبداً. صغير حتى لو شو ما كان ما في اذا في تمساح شفناه نحن بمحل عم ببيعه بدنا نعرف انه هيدا مهرب، ولا يمكن يكون قطع بطريقه شرعيه عبر الجمارك او عبر الطرق الشرعيه. طيب اذا عنا ببلاد في زو، هلا نحن بلبنان ما عنا، بس انه بالزو من وين بيجيبوا الكروكوديل يعني او الفيل إيه؟ او هلا حدائق الحيوانات حتى بلبنان في بعض الحدائق ما هو كتير كبار، ما فينا نقارنهم بالحدائق الموجوده برا. حديقه الحيوانات لها شروط كتير كبيره. وما بيقدروا ينقلوا حيوان، مثلا نفترض انه اسد نقلناه من افريقيا لنحطه باوروبا الا ما يصير في معاهدات واضحه بين الدول، وبيأكدوا بكشف معين انه البيئه اللي بنحطه فيها بالزو باوروبا مؤاتي ومناسبه له، واكيد تحت اشراف بيطري وتحت اشراف يعني هونيك اكيد في كل شيء. عم نشوف عم نشوف نحن اكثر 10 بلدان بيصير فيها بقلبها تجاره غير شرعيه، اغلبهم هن موجودين بكل العالم بس اغلبهم هن باسيا بيصير في عندي. ما بشوف لبنان، بلبنان بيصير في تهريب كمان؟ بيصير في عندنا تهريب للحيوانات بس بغير طريقه. نحن عندنا نوعين كنت عم اقول باول الفقره، عند الحيوانات البريه وعند الحيوانات الدوميستيك. الدوميستيك يعني الحيوانات اللي نحن بنستهلكها للاكل، الدجاج، البقر، الغنم، المعزة. هودي الحيوانات بلبنان في تجارة غير شرعية لها عبر الحدود، ومعروفة من سنين حتى يمكن من قبل قيام الجمهورية اللبنانية، حتى من أيام السلطنة العثمانية كان يصير في عنا هذه التجارة. أهدافها وأسبابها مختلفة كليا. إذا بدي بسط الموضوع، نحن بقانون أيسر اللي صار على سوريا اللي منع التبادل التجاري، أو وقت صار في عنا نحن حيوانات ندعم العلف تبعولها بلبنان من سنتين لورا، صار الغنم بلبنان أرخص من الغنم مثلا بسوريا. صرنا نهرب من لبنان لسوريا، أشخاص بدها تربح وأشخاص بدها تستفيد. وكمان بيصير في تجارة معاكسة كمان، لأنه مثلا بسوريا عندهم كتير أغنية، مع أنه القانون بيمنع تصديرهم بهالطريقة، أيام بيقطعوا بطريقة غير شرعية. خطورتها غير أنه بتفضل المجتمع اللبناني، خاصة نحن بأزمة اقتصادية، مشكلتها كمان هي نقل الأمراض عبر الحدود. يعني هودي الحيوانات عادة الغنم ما في مشكلة يفوت على البلد أو يظهر من البلد، بس له شروط، وله وزارة الصحة وزارة الزراعة بتعمل عليه فحوصات وبتفرض فحوصات معينة طبعا يصير في انتقال للأمراض. وشفناها نحن قد ايه اكيوريت هالشيء؟ هو جيد اكيد اذا صار في استثناءات وصار في محسوبيات وبلد فاسد هذا غير موضوع، بس عم بحكي انا وقتها ينتقلوا. صار في عنا نحن من سنتين اوت بريك لمرض اسمه افريكان سواين فيفر، هي نوع من الفيروس اللي بيضرب الخنزير بافريقيا. انتشر بطريقه كتير كبيره باوروبا لا نتيجة، مع أنه أوروبا عاملة باريير يعني ممنوع يصير فيه تهريب، وغير أنواع من اللامب سكين ديزيز اللي هو جدرة الحيوانات. مثلا جدرة الحيوانات اكتشفنا أنه نتيجة عمل التهريب من أفريقيا على بلدان العربية المتوسط، وبتقطع بلبنان وبتقطع بسوريا أو العراق، وبتقطع بتركيا وبتقطع بدول البلقان، وبتصير بقلب أوروبا، لأنه أكيد اللي عم بيتاجر فيها للحيوانات مش همه ينقل الأمراض، همه يربح مصاري أو ينقل حيوانات للأكل. مزبوط. بس بينقل معها أمراض، وهيك الأمراض بتنتشر بطريقة غير صحية مش طبيعية. كيف البلدان بتحارب هالترافيك؟
من زمان عنا كتير نحن قوانين المنظمة يعني اليو ان المنظمة المنظمات الدولية دولي. بتحط strict regulations and laws وكل الدول دون استثناء وحتى ضمن لبنان ماضيين معاهدات نحن ضد التجارة الغير شرعية للحيوانات أوكي. فهون بيرجع دور الجمرك وأكيد الجمرك بلبنان بيلعب دوره كتير منيح عم بقول أنا عبر المرافق الشرعية بضل في عنا نحن المعابر الغير شرعية اللي عم نشوف فيها أيام عم ينتقل بشر بقى هون كمان بيرجع دور الدولة اللبنانية أو الدول تبسط سلطتها على الحدود لما يصير في عندي نقل لحيوانات بطريقة غير شرعية غير شرعية. طيب وعلى الصعيد الفردي نحن شو فينا نعمل؟ على الصعيد الفردي نحن كلنا صار عنا أكسس على الإنترنت صرنا بنعرف نحن أنه أوكي استحلات حيوان أو استحلات طير طير معين جوجلت شوف إذا كان هو ضمن لائحة الحيوانات اللي قريبة تنقرض يعني أكيد هيدا جاي على البلد بطريقة غير شرعية ونحن دائما ما بنشتري حيوان من مصدر مش معروف شو هو دائما نرجع عند البيطري أو نرجع على محل يعطينا شهادة المنشأ يعطينا الوراق اللي أنه أوكي أنا عم بيعك هيدا الطير يا مفقسه عندي حتى لو صغير منه بيت ايه منه يعني بيت اذا 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 اشترينا حي صغير مثلا يمكن الحي منه مهربه يمكن فاقسه هون بس ايه؟ كمان بكره بنحكي عنه بالتفاصيل حيوانات اللي ما فيها تكون بيت مثل الحية لأنه الحية هي نوع من الزواحف ما عندها نيفو انتلكتويل سوسيال عالي ممكن تغدرك هودي بنرجع نحكي عنهم بالتفاصيل بس كل ما نشتري حيوان نحن بدنا نسميه اكزوتيك يعني اذا انت فتت على محل لقيت عنده نمر او اسد او بانتير حتى أو لو بيبي حتى لو بيبي هيدا اكيد مهرب واذا مش مهرب خلقان بلبنان اهله مهربين سو هيدا لازم يبلغ عنه مش بس نحن مش لازم نشتريه لازم نبلغ انه نحن شفنا هيدا الحيوان اللي هو حيوان بري او خطر للدوله أوكي. يعني هلا اكيد نحن بنعرف السيستم بلبنان بس بضل في عندي بعض الاجهزه اللي واعيه على الموضوع وعندها دوره مثل وزاره الزراعه فيها نبرر مديريه الثروه الحيوانيه انه نحن شفنا اسد حاطينه بطريقه مش مزبوطه او غير شرعية. طريقه غير شرعيه ما نشجع نحن بعدين في منهم كمان بيحطون بالقفص وما بيطعمون وبيضربون ايه كمان يعني هذا الانيمال ويلفير اكيد التجاره الغير شرعيه بدها تاثر كمان على صحه هذا الحيوان لانه ما راح ينقلوه بطياره وبطريقه حاط مامن له اكل اكيد نقلينه بكعب صندوق سياره وملفلفينه وقاطع قاطع لابي يعني حرام. probably يوصل ميت يضربوا ابره وتينام وتهيدا مزبوط بعد عنا كم صورة إذا فينا نعلق عليهم ألا أوكي هون عم نشوف نحنا بعض المنتجات اللي هي باي برودكتس من الحيوانات بتصير التجارة كمان فيها وهذه التجارة كمان غير شرعية لأنه هؤلاء الحيوانات نحنا قتلناهم تنشوفهم يعني العظام العاج التاسكس هؤلاء كتير بيستعملون خاصة بتصير تجارتهم الغير شرعية بآسيا وبالصين لأنه بهاي المناطق كتير بيستعملون بالطب الصيني هيدا ودائما بيكشف على كميات كبيرة وحتى بلبنان بالصين كمان في بالصين ايه على فكره على موضوع العاج بلبنان نحن ممنوع ندخل العاج يعني اذا اوكي جاي من افريقيا ومعك مشط صغير بيقطع بس اذا معك قرن دغري بتتوقف على المطار وبلش التحقيق طويل عريض ليشوفوا هيدا القرن كيف جابه ولا جابه سو هون عندنا هيدا الموضوع هيدا البوليسي فوالا سو كمان في عنا تجاره كثير كبيره اقل مش كثير نحكي عنها هي تجاره الحيوانات البحريه لانه اوكي بنعرف انه اذا شفنا سعدين بلبنان رح نقول هيدا جاي بطريقه غير شرعيه او شمبانزي بطريقه غير شرعيه بس في كثير اصناف اسماك وحيوانات مائيه بالبحر نحن بننقلها بطريقه غير شرعيه وللاسف نحن كل المشاهدين ونحن العالم ما رح نعرف انه هيدي السمكه اندينجرد او هيدي مش لازم تكون عندي بالاكواريوم او لازم تكون عندي بالاكواريوم هون بيرجع حتى لو صغار أوكي. هون بيرجع الوعي كمان من وين عم جيبون السمكات بنرجع للبيطري للمرجع اللي هو متخصص بهذا الموضوع ما لازم نفتش دائما على الارخص اكيد لازم يعني ننتبه على هول القصص اكيد بنشوف اخر صوره قبل ما نختم فوالا هيدا هو الباندولان كنت عم بحكي عنه هيدا الحيوان هو منه من الزواحف هيدا من الثدييات
كمان بيستعملوا له جلده، بيستعملوا له جلده، بيستعملوا له لحمه. هيدا اكثر حيوان بيصير فيه تجاره غير شرعيه، ومع انه هو حيوان كثير عاقل ومعرض للانقراض من هلا لعشر سنين، بس كمان نتيجه اعمال الترافيكينج. يعني ما في شيء ثاني عم بياثر عليه تنقرض الا التجاره الغير شرعيه. فكمان المشاهدين اذا بيشوفوا حيوان مثل هيدا بلبنان، يعني هيدا اكيد مهرب، يعني هيدا اكيد لازم نبلغ عن وجوده. اسمه بشكل خطر؟ لا ما بشكل خطر على الانسان. هلا بضل حيوان بري، ما بشكل خطر على الانسان، بس انه هذا الحيوان هو من المحرم دوليا بانه ينباع بالعالم كله. بالعالم كله. أنا عم برزق خبير بالصحة الحيوانية، ثانك يو على المعلومات القيمة. بنشوفك غير أيام أكيد معنا. مشاهدينا وقفة، وأنا برجع بشوفكم على 11 مع شيف شربل بي واتس كوكينج.